الهدى. يقول الناظم رحمه الله: ونحو عندي درهم ولي وطر، ملتزم فيه تقدم الخبر، كذا إذا عاد عليه مضمر، مما به عنه مبينا يخبر، مبينا يخبر، كذا إذا يستوجب التصدير، كأين من علمته نصيرا، وخبر المحصور قدم أبدا. شيخ أنا استوى الخبر والخبر يعني الاستواء. وخبر قدم أنت. العطف. قدم أنت. وخبر قدم خبر المحصور. وخبر المحصور قدم أبدا، كما لنا إلا اتباع أحمد. وحذف ما يعلم جائز، كما تقول زيد بعد من عندكما. وفي جواب كيف زيد قل دنف، فزيد استغني عنه إذ عرف. وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم. وفي نص يمين ذا استقر، بعد واو عينت مفهوم مع كمثل كل صانع ومن صنع، كمثل وكل صانع وما صنع. وقبل حال لا يكون خبرا، عن الذي خبره قد أضمر، كضرب العبد مسيئا وأتم، تبييني الحق منوطا بالحكم. وأخبروا باثنين أو بأكثر، عن واحد كهم سرات شعرا. انتهى. 11. كم بيت؟ 11 بيت. 11 بيت. انتهى الباب. طيب. انت ونحو عندي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما بعد، ففي الفصل السابق ذكرنا موجبات تأخير الخبر ولزوم تقدم المبتدأ. وها هنا انتقل إلى فصل آخر، وهو الحالات التي يخالف فيها الأصل فيجب أن يتقدم الخبر ويتأخر المبتدأ. بدأ ذلك بقوله: ونحو عندي درهم ولي وطر، ملتزم فيه تقدم الخبر. يعني إذا كان المبتدأ نكرة ولا مسوغ للبدء به نكرة إلا بأن يكون الخبر ظرفا أو جرا ومجرور فيتقدم عليه. هذا الوجه الواحد الأول، وهو كون المبتدأ نكرة ولا مسوغ للبدء به نكرة إلا أن يكون الخبر ظرفا أو جارا ومجرور متقدما عليه. ونحو لي وطر، عندي درهم ولي وطر، ملتزم فيه تقدم الخبر، كذا إذا عاد عليه مضمر، مما به عنه مبينا يخبر. يعني أن يشتمل المبتدأ على ضمير يعود على شيء في الخبر. إذا كان المبتدأ فيه ضمير يعود على شيء في الخبر أو مضاف إليه، كانت تقول في الدار صاحبها، فالهاء يعود على الدار. وفي الدار هنا متقدم لفظا لكن متأخر رتبة، فإن قلت صاحبها في الدار صار الهاء يعود على متقدم متأخر لفظا ورتبة وهو ممتنع، لأن صاحبها بدأت بشيء لا يعرف وهذا ممتنع، وإنما يبتدأ بماذا؟
بالمعرف، لهذا قلنا الأصل في النكرة أن يكون تكون معرفة، لا تكون نكرة إلا لمسوغ يرجع إلى العموم أو الخصوص. ولهذا قال كذا إذا عاد عليه مضمر مما به عنه مبينا يخبر، أي أن يعود على الخبر أو إلى شيء مضاف للخبر، كنحو في الدار صاحبها، في الدار صاحبها، وحتى على ما كان ملامسا للخبر كقولهم على التمرة مثلها زبدا، على التمرة مثلها زبدا. نعم. وقول الشاعر أهابك إجلالا وما بك قدرة علي ولكن ملء عين حبيبها، فالهاء يعود على العين وليس على ملء، الخبر هو ملء وهو مضاف إلى العين، فعاد الضمير على ما هو ملاصق للخبر. كذا إذا يستوجب التصدير كأين من علمته نصيرا، إذا كان الخبر مستلزما لصدر الكلام، أين من علمته نصيرا، فهنا أين تستوجب صدر الكلام فتكون هي الخبر، لأنك إذا أجبت تقول من علمته نصيرا عندك أو في البيت أو غائب، فهنا غائب وعندك وفي البيت أو مسافر، هذا هو الخبر وهو معوض عن ماذا؟ عن أين، فصارت أين هي الخبر. وخبر المحصور قدم أبدا، ها كما لنا إلا اتباع أحمد، قلنا إذا حصلنا المبتدأ لازم تقدمه، ها لازم تقدمه، ما زيد إلا قائد، وإذا حصلنا الخبر لازم تقدمه، فما لنا إلا اتباع أحمد. حصل لي فتح وتراجعت تفريغ وتراجعت شيخ، أنت قلبت بينها في العبارة، نعم صوبها صوب، يعني إذا وقع الخبر محصورا، إذا وقع المبتدأ محصورا، إذا وقع المبتدأ محصورا لازم تقدم الخبر. أنا إيش قلت؟ عاود راجع العبارة. إذا حصلنا المبتدأ وجب تقدم المبتدأ، لا إذا حصلنا الخبر وجب تقدم المبتدأ، وإذا حصلنا المبتدأ وجب تقدم الخبر. أكتب العبارة. قال العبارة قال شيخ بعدما وخبر المحصور، شكون المحصور هنا؟ وخبر المحصور، من المحصور؟ خبر، لا خبر المحصور، المحصور هو الخبر، اسمه وخبر الخبر، المحصور هو المبتدأ. وخبر المحصور، المحصور هو ماذا؟ المبتدأ، يعني ما قائم إلا زيد، فهنا يقدم الخبر، لكن إذا حصلنا الخبر ما زيد إلا قائم، لا بد تقدم، حصلنا القيام في زيد، أيوة، فهنا حصلنا ماذا؟ الخبر، نعم شيخ، حصلنا الخبر ليس زيدا، ليس المبتدأ، ما زيد إلا شيخ، فهنا حصل شيخ قلت هنا حصلنا في زيد القيام، إيه؟ فلا بد من تقديم المبتدأ على الخبر، أي تأخير الخبر، أي فهنا الحصر في الخبر، حصرنا ماذا؟ الخبر، الخبر. هذا هو سليم، إيه؟ صحيح، كيف قلبت؟ أما إذا كان الحصر في المبتدأ فلا بد من تقديم الخبر، ها. وخبر المحصور هذا في الحصة الأولى، إيه؟ التي بعد عودت شيخ طرحت عليك السؤال عودت أنت قلبت، نعم كان هذا هذا الكلام سليم، يعني إذا حصرنا المبتدأ قدمنا الخبر، وإذا حصلنا الخبر قدمنا المبتدأ. قال وخبر المحصور قدم، المحصور هو المبتدأ، إذا حصلنا المبتدأ وجب تقدم الخبر. وخبر المحصور قدم أبدا كما لنا إلا اتباع أحمد، إلا اتباع حصرنا المبتدأ، فهنا لا بد أن ماذا؟ أن يقدم الخبر ويؤخر المبتدأ. وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما، ما يعلم جائز حذفه، كل ما علم جاز حذفه، من عندكما تقول زيد، إذن زيد إيش
زيد مبتدا والخبر أين هو؟ حذف لأنه معلوم. أين زيد؟ عندي. حذفنا إيش؟ مبتدا لأن الخبر لأنه معلوم. واضح؟ وهل يجوز حذفهما معا؟ زيد عندك؟ تقول نعم حذفتهما لأنه معلوم ولم يشر إليه. كما تقول زيد بعد من عندكما، من عندكما تقول زيد، حذفت إيش؟ الخبر. وفي جوابي كيف زيد قل دنف، كيف زيد دنف، حذفت ماذا؟ المبتدا. فزيد استغني عنه إذ ماذا؟ إذ عرف. ويجوز حذفهما معا، لكن لا يجوز حذفهما معا أيضا في حالة. فإذا علم جاز حذفه أو حذفهما، إذا علم المبتدا جاز حذفه، وإذا علم الخبر جاز حذفه، وإذا علما معا جاز حذفهما. لكن إذا كان المبتدا والخبر جملة متمة لمن سبق فلا يمكن حذفهما. مثل قلت زيد عالم، بخلاف أقلت زيد عالم تقول نعم حذفت ما علم، لكن قال زيد عالم لا يمكن أن يحذف لأنها مقول القول، فلا بد من إثباتهما معا. شيخنا في مسألة الحذف، شيخ كيف يعلم أن هذا الذي حذف هو المبتدأ؟ مثلا في قوله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجر، أحد شيء قد يعرب الشخص، أحد يقول مبتدأ لأنه في صدر الكلام. لا خطأ، ويا أحد شيخ قالوا هنا فاعل لفعل محذوف. خطأ، لأنه إن شرطية لا بد لها من فعل شرط، وفعل شرط غير موجود يعني، وبالاتفاق في قواعد لا بد أن تجمع. أحد مرفوع، مرفوعات كم؟ سبعة. المرفوعات سبعة، اللي هي الفاعل، فاعل نائب الفاعل، نائب الفاعل مبتدا والخبر، اسم كان، خبر إن، والتابع. واضح؟ أحد هنا ليس خبر كان، ليس اسم كان، ولا هو خبر إن، ولا هو تابع، ولا هو نائب فاعل. إيش باقي؟ فاعل مبتدأ أو خبر، مبتدأ أو خبر، مبتدأ أو خبر، صح؟ هنا ليس مبتدأ وخبر. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، على أنه مبتدأ، أين خبره؟ ما عنده خبر ولا هو خبر، فهو فاعل. الفاعل لا بد من أن يذكر فعله، هذه الحالة التي فقط جاز فيها حذف الفعل وذكر الفاعل فقط، وهنا يلزم أن يحذف الفعل. وإن أحد من المشركين استجارك فأجرهم، هذه الحالة التي يجوز فيها حذف الفعل والاستغناء بالفاعل، لكن هو مقدر. والتقدير وإن استجارك أحد من المشركين، استجارك فأجرهم، وإن أحد من المشركين استجارك فأجرهم، وإن استجارك أحد من المشركين استجارك فماذا؟ فأجره. واضح شيخ، الحالة هذه التي كان فيها الحذف إيه؟ فيها قاعدة تقاعد عليها يعني. لماذا في الشرطية؟ هذا في الشرطية، الشرطية هنا في الشرطية ما يصح أن يكون مبتدأ، هنا ليس ابتداء جملة. وما أين الإخبار عن أحد من المشركين استجارك؟ قصدي الشيخ في الحذف إيه؟ وتنتهي الفعل، فعل لا يحذف أبدا إلا في هذه الفاعل، لا بد أن يذكر فعله الفاعل. نعم. لا يذكر دون فعل، لا يذكر دون فعل، واضح؟ إلا إذا كان علم، إذا كان علم يعني علم شيخ، إذا كان علم فيستغنى عن الفعل، قد يستغنى عن الفعل، لكن إذا لم يعلم لا بد من أن يذكر. والأصل أن الفاعل يذكر فعله قبله، إلا هذه الحالة في الشرط، في أداة الشرط. إذا الشمس كبرت، لا تعلم بالشمس مبتدأ،
إذا كبرت الشمس كبرت. أنت أيضا الحديث. نعم. بارك الله فيك. طيب هذا ماذا؟ انتهى ها هنا من ماذا؟ من حالة ما يجوز فيه الحدث. وذكر حالتين وزدنا الثالثة والرابعة. وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم، وفي نص يمين لا استقر، وبعد واو عينت مفهوم ما كمثل كل صانع وما صنع، وقبل حال لا يكون خبرا عن الذي خبره خبره قد أضمرا. هنا الحالات التي يجب فيها حذف الخبر، وذكر أربع حالات. الحالة الأولى بعد لولا، لولا زيد لأتيتك، والتقدير دائما هو كون عام، لولا زيد موجود. فهنا ما بعد لولا مبتدأ خبره محذوف لزوما، وقد يذكر شدودا لولا أبوك ولولا قبله عمر ألقت إليك معد بالمقاليد، فقد يذكر أحيانا لكنه شذوذا، وإلا فالأصل هو ماذا؟ حذف لولا كما قال، وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم يعني لازما. وفي نص يمين إذا استقر أيضا، إذا كان أقسم يمينا في نص اليمين، لعمرك لأفعلا، لعمرك لأفعلا، يعني المقصود لعمرك قسمي، فقسمي هو الخبر محذوف. ومثله يمين الله يعني قسمي، والله لأفعلا يعني، وإن كان هذا يعني جار ومجرور، هذا غير المقصود هنا، إذا عمرك ويمين الله وعهد الله عليه، أما والله فهذا جار ومجرور قسم. نعم، يعني والله وتالله وبالله لأفعلن، هذا جار ومجرور تعلق بمحذوف، خبر لمبتدأ محذوف، خبر لمبتدأ محذوف، يعني والله قسمي، فيصير قسمي مبتدأ محذوف والله خبره. أما هنا المقصود وفي نص يمين إذا استقر، أي يحذف في نص اليمين الذي هو على عمرك أو يميني، لعمرك أو يمين الله أو عهد الله عليه ونحو ذلك. نعم. الموضع الثالث، وبعد واو عينت مفهوم ما، أي إذا جاء بعد واو تدل معنى المعية، كمثل كل صانع وما صنع، أي كل صانع وصنعته، كل صانع وصنعته الخبر محذوف بمقدر إيش؟ مقترنا. كل رجل وضيئته، أي مقتلنا، فضيعة مبتدأ والخبر محذوف لزوما تقديره مقتلنان، أو ما يدل عليه السياق، أو ما يدل عليه السياق. وأما الموضع الرابع الذي يحذف فيه الخبر، فهو أن يكون المبتدأ مصدرا وبعده حال سد مسد الخبر، كقولك ضرب العبد مسيئا، ضرب العبد حال كونه مسيئا، فالخبر هنا محذوف، ضرب العبد موجود أو كائن، واضح؟ هذا هو التقدير. ايش قال هنا؟ وقبل حال لا يكون خبر، بشرط لا يكون الحبل الحال خبر، يعني لا يصح أن تقول ضرب العبد مسيء، تصف ضربك بالإساءة، لكن المقصود ضرب العبد مسيئا، أي إذا كان مسيئا أو حال كونه مسيئا، يعني موجود حال كونه مسيئا. وقبل حال لا يكون خبر عن الذي خبره قد أضمر، يعني لا، إذا كان المبتدأ مصدرا وذكر بعده حال، ولا يصح مجيء الحال
خبرا، فهنا يكون الخبر لازم الحذف. كضرب العبد، كضربي العبد مسيئا وأتم تبييني الحق منوطا بالحكم. لا يصح أن تقول تبييني الحق منوط، لا يصح الإخبار عن التبيين بالمنوط، فإنما هنا يأتي حال، فهنا يقول الخبر لازم الحذف. ثم ذكر بعدها وأخبروا باثنين أو بأكثر عن واحد كهم سورة شعراء، واضح. قال عز وجل وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد إلى آخره. فيصح أن تخبر عن الخبر الواحد بأخبار كثيرة، عن المبتدأ الواحد بأخبار كثيرة، لا مانع من ذلك. لا اقرأ خمس ساعة شحال أخذ وقت؟ ها؟ ايه اقرا شويه وبعدين شو تعبت في الحقيقه صح؟ ها؟ ايش اقرا شويه بس هذا تقديم الخبر. شيخ ضبط البيت الثاني كذا اذا يستوجب تصديره كأين من علمته؟ في المتن علمته، في الشرح علمته. كأين من علمته نصيره او من علمته؟ لا في يصح الاثنين. إيه يعني أين من علمته أنا نصيرة، أو أين من علمته أنت نصيرة، يصح كلمة. اقرأ شرح الأبيات الأولى في وجوب تقديم الخبر، اقرأ. أشار في هذه الأبيات، قال رحمه الله أشار في هذه الأبيات إلى القسم الثالث وهو وجوب تقديم الخبر، فذكر أنه يجب في أربعة مواضع. الأول أن يكون المبتدأ نكرة ليس لها مسوغ إلا تقدم الخبر. والخبر ظرف أو جار ومجرور، نحو عندك رجل وفي الدار امرأة، فيجب تقديم الخبر هنا، فلا تقول رجل عندك ولا امرأة في الدار، لأن الظرف وشبه الجار المجرور بعد النكرة متأرجح بين كونه وصف أو إخبار. هل هو وصف أو إخبار؟ الحال يكون للمعرفة بعد النكرة. أي نعم نعم. وأجمع النحاة والعرب على منع ذلك، وإلى هذا أشار بقوله ونحو عندي درهم ولي وطر البيت. درهم مبتدأ، وطر مبتدأ، ما هو المسوغ لمجيئه نكرة؟ نقول تقدم الخبر، تقدم الخبر، وتقدم ما حق التأخير إيش فيه؟ الحصر، الحصر والقصر. فإذا حصرنا، والحصر يفيد معنى التخصيص، فصار المبتدأ بهذا داخل في مجال التعريف بتخصيصه. وأجمع النحاة والعرب على منع ذلك، وإلى هذا أشار بقوله ونحو عندي درهم ولي وطر البيت، فإن كان للنكرة مسوغ جاز الأمران. أيوة. نحو رجل ظريف عندي وعندي رجل ظريف، رجل ظريف وصفته ولا لا؟ فجاز. إذا كان للنكرة مسوغ جاز رجل ظريف عندي وعندي رجل ظريف. نعم. مسوغات محصورة ليه؟ مسوغات مجيء المبتدأ نكرة. أنا مرت معي ما حضرت درس. ما حضرت درس سابق. درس سابق. ليس السابق الذي قبله. الذي قبله. راجع الكتاب موجود وراجع الدرس طول الدرس. ذكرنا في الأبيات ما يسوغ البدء بالنكرة، والناظم ذكر بعض الأوجه، نحو الناظم ذكر نحو خمس أو ست أوجه، ستة، والشارح ذكر 24 وجها، وأرجعها بعضهم إلى 15 وجها، وقلنا أنها ترجع إلى أمرين، إما ما يفيد العموم أو ما يفيد التخصيص، ما يفيد العموم أو ما يفيد ماذا؟ التخصيص. قال ولا يجوز لابتداء النكرة ما لم تفد، كعند زيد النميرة، فعند زيد النميرة وهذا المثال، وعندي درهم ونحو عندي درهم ولي وطر ملتزم فيه تقدم الخبر، عندي درهم وعند زيد نمرة، هذا مسوغ، وهو المسوغ لبدء النكرة تقدم الخبر عليها. وهل فتى فيكم نكرة مسبوقة بالنفي باستفهام تدلنا العموم، فما خل لنا نفي، نكرة دخل عليها نفي تفيد العموم، ورجل من الكرام عندنا رجل من الكرام مصر، ورغبة في الخير خير أيضا، رغبة في الخير هذا
عمل المبتدا عمل، وعمل بر الإضافة، وليقس ما لم يقل. والقيس أو القياس أو نقول يدل على التخصيص أو يدل على إيش؟ على العموم. راجع الدرس ويترك التسجيل فيه توضيح. لا الثاني. قال الثاني أن يشتمل المبتدأ على ضمير يعود على شيء في الخبر. نعم ليس يعود على الخبر، أي على شيء في الخبر أو على الخبر نفسه. نعم في الدار صاحبها، وصاحبها مبتدأ وضمير متصل به راجع إلى الدار وهو جزء من الخبر، فلا يجوز تأخير الخبر نحو صاحبها في الدار لئلا يعود الضمير على المتأخر لفظا ورتبة. متأخر لفظا نطقا ورتبة في الأصل، يعني الأصل المبتدأ الأول ولا الخبر هو الأول ولا الثاني؟ الثاني. إذن هو الأصل في الرتبة متأخر، الفاعل هو الأول ولا الثاني؟ هو الثاني، هو الثاني يعني بعد الفعل، إذن فهو متأخر رتبة. المفعول بالنسبة للفاعل والفعل مفعول به يعني الثالث، متأخر رتبة ولا لا؟ إذن رتبة التأخر، لكن لفظا في النطق وضعا يعني، ولفظا هو النطق. هنا نطقنا به متقدما أو متأخرا؟ متقدما. عندي درهم، فنطقنا به متقدما، فعود الضمير على متقدم لفظا أو رتبة جائز، لكن أن يعود الضمير على ما هو متأخر لفظا ورتبة لا يصح. وهذا مراد المصنف بقوله كذا إذا عاد عليه مضمر البيت، أي كذلك يجب تقديم الخبر إذا عاد عليه مضمر مما يخبر بالخبر عنه وهو المبتدأ، فكأنه قال يجب تقديم الخبر إذا عاد عليه ضمير من المبتدأ. وهذه عبارة ابن عصفور في بعض كتبه وليست بصحيحة، لأن الضمير في قولك في الدار صاحبها إنما هو عائد على جزء من الخبر لا على الخبر، فينبغي أن تقدر مضافا محذوفا في قول المصنف عاد عليه، التقدير كذا إذا عاد عليه ملابسه، عاد على ملابسه يعني يقصد ليس على الخبر فقط بل على ملابس الخبر. نعم. ثم حذف المضاف الذي هو ملابس وأقيم المضاف إليه وهو الهاء مقامه، فصار اللفظ كذا إذا عاد عليه، ومثل قولك في الدار صاحبها قولهم على التمر مثلها زبد، على التمرة مثلها زبدة. بين هيئات الزواج. وقوله أهابك إجلالا وما بك قدرة علي ولكن ملء عين حبيبها. أهابك فعل فاعل، فعل فاعل مفعول به، فاعل مستتر وجوبا، أنت يعني أنا، وإجلال تمييز لا صفة حال، استغفر الله ليش حال، ليش أهابك مفعول لأجل يا شيخ. أيوة لأجله، أهابك لأجله، لأجل الإجلال. وما بك قدرة، وما نافية، وقدرة اسمها، وبك جار مجرور متعلق بمحذوف خبرها، وما هنا النافية، ما النافية ماذا؟ نافية. وما بك قدرة علي، هذا ماذا؟ علي جار مجرور متعلق بقدرة، وما بك قدرة علي. ولكن الواو حرف عطف، لكن حرف استدراك، ولكن ملء عين حبيبها، ملء خبر مقدم مضاف عين مضاف إليه، حبيب مبتدأ مؤخر وهو مضاف لا مضاف إليه، والخبر لا بد من تقدمه لأن المبتدأ اشتمل على ضمير يعود على جزء الخبر أو على ملابس الخبر اللي هو العين. واضح؟ أتبين. فحبيبها مبتدأ مؤخر وملء عين خبر مقدم، ولا يجوز تأخيره لأن الضمير المتصل بالمبتدأ هو ها عائد، وهو ها، وهو ها عائد على عين وهو المتصل بالخبر، فلو قلت حبيبها ملء عين عاد الضمير على متأخر لفظا ورتبة وهو مبلون. وقد جرى الخلاف في جواز ضرب غلامه زيدا مع أن الضمير فيه عائد على متأخر لفظا ورتبة، ولم يجر الخلاف فيما أعلم في منع صاحبها في الدار، فما الفرق بينهما؟ وهو ظاهر فليتأمل. والفرق بينهما أن ما عاد عليه الضمير وما اتصل بالضمير اشترك في العائد الضمير. وأن ما عاد عليه الضمير وما اتصل به الضمير اشترك في العامل في مسألة ضرب غلامه غلامه زيدا غلامه
معمول فيه. ما العامل فيه؟ ضرب. وزيدا معمول فيه. ما العامل فيه؟ ضرب. إذن العامل فيهما مشترك ولا لا؟ واحد. ولهذا ورد الخلاف هنا بخلاف مسألة نعم بخلاف مسألة في الدار صاحبها. طيب في الدار العامل في الدار، العامل في الدار ما هو؟ حرف الجر فيه. طيب وصاحبها العامل في عيشه ابتداء. ابتداء اختلف العامل ولا لا؟ نعم. فإن العامل في فيما اتصل به الضمير وما عاد عليه الضمير مختلف. طيب العامل فيما اتصل به الضمير صاحبها الابتداء. نعم. والعامل فيما عاد عليه الضمير، الضمير يعود على الدار، ما الذي عامل فيها؟ حرف الجر. فهل العامل واحد؟ مختلف العامل. ولهذا صار هنا منع باتفاق، أما الأول فالعامل واحد فجرى فيه الخلاف. الثالث أن يكون الخبر له صدر الكلام وهو المراد بقوله كذا إذا يستوجب التصدير، نحو أين زيد، فزيد مبتدأ مؤخر وأين خبر مقدم ولا يؤخر، فلا تقول زيد أين، لأن الاستفهام له صدر الكلام. وكذلك أين ومن علمته نصيرا، أين من علمته، وكذلك أين من علمته نصيرا، فأين خبر مقدم ومن مبتدأ مؤخر وعلمته نصيرا صلة من. الرابع أن يكون المبتدأ محصورا، نحو إنما في الدار زيد وما في الدار إلا زيد ومثله ما لنا إلا اتباع أحمد. اكتفي بهذا الشيء. ومنه كذلك المسائل التي يجب تقدم الخبر وتأخير المبتدأ، منذ ومنذ على أي مذهب سبق أن ذكرناه؟ نعم شيخ، على مذهب جمهور النحات. كيف على مذهب جمهور النحات؟ كما الدرس الماضي أن منذ ومنذ استعملان حرف جر واستعملان اسمان، فهو إن استعملناهما اسمان فهما مرفوعان. الجمهور يقولون مرفوعان على الابتداء وما بعدهما خبر ويجب أن يتقدما. وهناك من خالف فقال مرفوعان على الخبرية وما بعدهما مبتدأ. من؟ الزجاج. بعد أن رأيت. لا لا ما في خلال البارح كنت راجع من الباص. إلا من استرق السمع. لا لا شيخ الله البارح كنت راجع من الباص. وخرجت شيخ. على مذهب الزجاج. يعني لكن الصواب مذهب الجمهور. الوجه الثاني أن يقترن المبتدأ بفاء الجزاء، أن تقول مثل ما تقول أما في الدار فزيد، أما في الدار فزيد يعني موجود، أما في الدار فزيد، فهنا لا بد أن يتأخر المبتدأ. الثالث كون الخبر اسم إشارة إلى الكون، الكون العام يعني. تقول هنا محمد وهناك زيد، فهنا هو الخبر وهناك هو الخبر لزوما يتقدم. رابعا وقوع ذلك في مثل سائر، يعني أمثلة العرب كقولهم في كل واد آثر من ثعلبة، في كل واد آثر من ثعلبة، يعني في كل واد خبر متقدم وآثر من ثعلبة آثر مبتدأ. هذا مثل سيق هذا المساق فيلتزم سياقه، تقديم الخبر وتأخير المبتدأ. الخامس إذا اقترن الخبر بلام الابتداء، سبق أن قلنا أن المبتدأ لا بد أن يتقدم إذا اقترن بلام الابتداء، لا زيد قائم. طيب إذا أدخلنا لام الابتداء على الخبر فقلت لا قائم زيد، لا بد أن يتقدم الخبر، لا تقول زيد لا قائم، لأن لام الابتداء يلزم أن تكون في صدر الكلام وأن يبتدأ بها. واضح؟ نكتفي بهذا القدر. طيب خذ مجموعة الإعراب اكتب يلا. ما يلي: الدين النصيحة، سلام، الحج عارة،
إنما الأعمال بالنيات. الحج أشهر معلومات، ذلك الكتاب لا ريب فيه، خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة. اختبار تاع المدرسة. الأخر هذا دويرة. نعم. ما شاء الله. خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة. زيد شحال عطيني المثال؟ ستة. يا الله اختلفوا في مجلس واحد. حجي النصير، حج عرف، انما العمل بالنيات، حج اشهر معلومات، ذلك الكتاب لا ريب فيه، خمس صلوات اختلفت. كيف إذا افترقتم؟ اللهم اجعل اجتماعنا مرحوما وتفرقنا معصوما. زيد خلينا نشوف الآيات والأحاديث. أي الإسلام أفضل؟ علامة استفهام. ها الجواب إطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس نيام. زيد أعرف. زيد هذا السابع. زيد الثامن فتح الباري شرح صحيح البخاري. ثامن تاسع. تاسع البيت بحمد منشئ العالمين أبتدي. بحمد منشئ العالمين أبتدي. ها رضوان زيد وبعدين ثم الصلاة والسلام الأبدي. ثم الصلاة والسلام الأبدي. هذا البيت تسعة. تسعة خلاص يكفي. ذكروني كل ثم الصلاة والسلام الأبدي. شيخ كان لي يوم رأيت في المنام واحد طالب قال لي اسمع شيخ بطل ايش اعرف والله العظيم الله استحى. هذا تأويل رؤيا كمان. أحد الشيخ قلت له شيخنا بس ندرس عنده وبدا يعصر يشد من قوة الاهتمام رأيته في المنام. لقيته من الغد قلت له والله يا شيخ يعني رأيت انه قبلت ان شاء الله. قال لي خير خير ان شاء الله. زيد بعد ايام لا غير بديت نقرأ وختمت الكتاب يعني هذيك السفرة الحمد لله. في الأخير ودعته وسلمت عليه ودعته قال هذا تأويل رؤيا. لكن فكرونا يعني دائما نديروا هذا الإعراب ولا الفترة الصيفية هذه شوفوا وقت
يكون محل اتفاق ليس من دير الرحبية الفرائض. هي الفرائض ناخذ الرحبية هي جيتنا في الرسالة لا يفصلنا عنها كثيرا لكن الرسالة ها؟